عشان عايزه اركز على الفرق الصاعده شويه، يعني نتكلم ايسترن كومباني وفيوتشر وفاركو، يعني برضو في كده حاجات زي بتقال بروميسنج يعني واعده فعلا. برضو كلمنا عن هنا فكره ان فرق تصعد وبتلعب حلو، يعني فعلا عندهم كمان نماذج حلوه جدا وممكن بعد كده يروحوا اماكن كمان افضل، يعني خليني اعرف وجهه نظرك في ده. الماتش بتاع فاركو اتفرجت عليه، الفرقتين كويسين جدا جدا بصراحه. فيوتشر عملوا مباراه كبيره جدا، طبعا قدر كابتن علي ماهر يحرز هدف وعرف يتعامل مع مباراه الشوط الثاني. الشوط الاولاني كان مجدي عبد العاطي تعامل مع مباراه بكفاءه عاليه جدا، حصل تغييرات تكتيكيه للكابتن علي ماهر وتغييرات من بره من على البنك، دي فرقت معاهم وقدر يحصد 3 نقاط. شايف الفريق برضو عمل تدعيمات جامده جدا، لان كل الفرق حضرتك لما تتفرج على المباريات هتتلخبطي شويه على بال ما تاخدي على الجو الاسبوعين ثلاثة الاولين، لان كان في فريق في لعيبه معينه بصت اتنقلت لفرقه ثانيه، فرقه ثالثه راحت فرقه رابعه، حصل تنقلات بين الانديه، احنا في عصر الاحتراف، فعملوا تدعيمات كبيره جدا جدا، فهتتلخبطي لما تحفظي. لان في فرقه كان فيها 6 5 لعيبه راحوا فرقه ثانيه، فرقه ثانيه راحت فرقه ثالثه. على بال ما الواحد ده انا بقوله، هتلاقي كل شويه بيبقى في يعني تصعيد حتى للعيبه وانتقالات. وفي امكانيات عاليه جدا بدليل ان هم اللعيبه داخله بعقود كبيره، والفرق اللي هي هتدي رونق برضو للدوري المصري الفرق الشركات. يعني فاركو عندهم امكانيات عاليه جدا جدا، فيوتشر عندهم دعم مادي حدث ولا حرج، حتى لسه بقى ما تعودناش على اسم ايستر كومباني شركه الدخان، عندهم برضو ماده وممكن يعملوا تدعيمات، فالفرقه دي بتدي شكل وبتدي قوه للبطوله الدوري. وكل ما بتجيب تدعيمات وتجيب لعيبه كويسه سواء اجانب او محليين بيبقى ليك على الارض معاك فريق قوي، فانا شايف بصراحه اضافه وهيبقى فيه شغل كويس جدا جدا السنه دي باذن الله.